هيك خليك يا الله زي النار. سخنه. احمد طبعا هيدا اعتقالها تم له شهرين ونص. طبعا لاحكي يعني ما بخفيكش كان كل يوم بيوم كان في عنا معاناه وعنا مشاكل وعنا هاي نتيجه انه بنتنا بالسجن. يا سلامتك. يعني كأنها بنت باهت، يعني كأنها في عالم ثاني عايشة، مش في صدمة، مش واعية للي بصيرها. أنا المفروض أكون فرحانة ومبسوطة كثير، بس والله أنا ما بخفيك يعني أنا انصدمت لما شفت توهيتها هيك بهالشكل هذا. يعني هاي يعني الواحد بدل ما يكون مبسوط زاد من معاناته.